لسه انا عارف ان اللعيبه تعتبر منتهيه بدنيا، وهوري حضراتكم دلوقتي ليه اللعيبه منتهيه منتهيين بدنيا كلهم بالمناسبه، وده مش عيب في الجهاز الفني ولا عيب في اللاعبين، لا هو ضغط الماتشات كده. ناس مسافره اليابان والساعه البيولوجيه ما بين اليابان ومصر، او الفرق الساعات ما بين اليابان ومصر 9 ساعات. حضرتك عارف ان اليوم الساعه الواحده في موضوع الساعه البيولوجيه ده محتاج يوم عشان تعمل ريكفري لنفسك تاني ولحياتك الطبيعيه. فممكن حضرتك بتكون بتسافر اسوان مثلا، ده اخرك اسوان، ما بتسافرش بقى اليابان وبتسافر قطر وبتسافر، فممكن ما تبقوش فاهمين الموضوع اللي انا بتكلمه ده بعد ما لا يشجع النادي الاهلي طبعا، لان طبعا انت في الاخر هنا مفيش مشكله خالص. فالحقيقه الطاقه الايجابيه اللي انا شفتها النهارده من جمهور النادي الاهلي، بالفعل هذا الجمهور يستحق كل تحيه وكل تقدير. وهؤلاء اللاعب، تخيل حضرتك السبع شباب اللي كانوا واقفين معايا والعربيات وانا ماشي في، والله انا ما بكذب، الناس وانا ماشي في الشارع تقول لي كده: يا كابتن اسلام اشكر لنا الفريق، هذا الفريق يستحق التحيه، اشكر لنا موسيماني، هذا الفريق هذا الجهاز الفني يستحق التحيه، اشكر لنا كابتن سيد عبد الحفيظ يستحق التحيه، والنبي ولو شفت بيبو ابقى بسهولنا. كل جمهور النادي الاهلي او معظم الناس اللي انا قابلتها، مش كلهم بيقولوا لي هذا الكلام طبعا، لكن الأغلبية العظمى من الجمهور النادي الأهلي بتقول هذا الكلام. فعلا هو ده النادي الأهلي وهو ده جمهور النادي الأهلي. عمرنا ما بنبص ورانا وبنتعلم دايما من أخطائنا. محدش فينا بيكابر عن الأخطاء، محدش فينا. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع قال لك إحنا أخطأنا فنيا وإداريا، أخطأنا في كذا في الملعب وبره الملعب في كذا. بيان النادي الأهلي بيقول إن كل اللاعبين يستحقوا التحية. ليه؟ لأن النادي الأهلي قاعد عنده إدارة كورة عارفة هي هتعمل إيه الفترة اللي جاية. أنا معرفش، بس أنا متأكد وثقة جمهور النادي الأهلي كبيرة جدا وفي إدارة كرة القدم في النادي الأهلي. ليه؟ لأن أنت كنت كل شهرين بطولة. من أغسطس السنة اللي فاتت لغاية أغسطس السنة دي كل شهرين بطولة. أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد. كل شهرين حضرتك بتاخد بطولة، دوري وكاس وبطولة أفريقيا القاضية ممكن، وبطولة أفريقيا العشرة، وبطولة أفريقيا سوبر أفريقي، ودوري وكاس وعد زي ما أنت عايز تعد، ولسه الدوري ما زال في الملعب. أنا بقول هذا الكلام وثقتي كبيرة جدا. الثقة دي أنت خدتها منين يا إسلام؟ أنا خدتها من جمهور النادي الأهلي، الجمهور الواعي اللي عارف ان كل حاجه في الكوره ممكن حتى لو كانت صعبه. هي صعبه مش زي الاول، صعبه جدا كمان، ولكن لا هنفضل ورا فريقنا لغايه اخر لحظه. واحنا عارفين اخطائنا، بالمناسبه احنا عارفين اخطائنا، عارفينها كويس جدا جدا جدا. مش انا، لجنه الكوره او اداره الكوره عارفه الاخطاء اللي موجوده ايه. هل بتكابر لجنه الكوره؟ هل بيكابر سيد عبد الحفيظ؟ لا. بيعملوا ايه؟ يطلعوا يقولوا يا جماعه احنا عندنا اخطاء وهنصلحها. واديكوا شفتوا قبل كده من 3-4 سنين لما حصلت اخطاء وطلعنا من بطوله افريقيا في دور الثمانيه، ايه اللي حصل؟ على طول 9 و10 وان شاء الله 11، الدوري 5 سنين متتاليه بتاخد الدوري ورا بعض بعد اخر دوري اعتقد مين اللي الزمالك اللي خده اعتقد 2014 2015، 5 6 سنين ورا بعض. يلا هو ده النادي الاهلي بالمناسبه، هو ده النادي الاهلي وهو ده اسلوب النادي الاهلي.